صباح الخير، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. ويلا نشوف التحديات اليومية، ونبديها بموقع مدام نزار لهذا اليوم. فتحصلوا شمال أنسبرغ اللي هو بهذا المكان بالضبط، هذه أنسبرغ وهذا موقع مدام نزار لهذا اليوم. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو الصيدون وتسلخون جلد الأمريكان ماسكوت. طبعا حاليا قاعد أصور الصبح، فما راح أحصل هذا الحيوان. فأفضل مكانين تحصلون هذا الحيوان اللي هو الأمريكان ماسكوت، اللي هو بهذا المكان بالضبط، أو أفضل مكانين اللي هو بهذا المكان بالضبط اللي هو شمال ساندينيز. وعندكم المكان الثاني اللي هو هذا المكان بالضبط. هذول افضل مكانين تحصلوا بيها. طبعا لازم يكون الوقت ليلا. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تبيعون 5 من اللحم للقصاب. Got run of these, huh? How many of these you killed? التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون مهمة جيمس. تفتحون الماب وتكبسون مربع وتروحون على المهام وتروحون على مهمة جيمس. مجرد ما تلعبون هذه المهمة راح يخلص عندكم هذا التحدي. طبعا مكانها شمال ماكفلرن رانش. التحدي الرابع مطلوب عندكم تصورون واحد من اللاعبين الاونلاين. التحدي الخامس مطلوب عندكم اللي هو تقتلون 3 لاعبين اونلاين باستخدام سلاح الشوتجن باي ايفنت كان. طبعا الايفنتات راح تلاقون بالوصف لينك الايفنتات. بالنسبة للشوتجن فتستخدمون اي شوتجن موجود عندكم، مثلا عندكم هذا الشوتجن او هذا الشوتجن او حتى هذا الشوتجن. اي نوع سلاح اسمه شوتجن استخدموه بهذا التحدي راح يخلص عندكم. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون 5 من وردة الفانيلا. التحدي السابع مطلوب منكم تجمعون 5 من اليرو.
اما تحديات البونتي هنتر فالتحدي الاول مطلوب من عندكم اللي هو تلعبون 3 بونتي هنتر وتسلموهم الى الشرطة. التحدي الثاني مطلوب من عندكم اللي هو تمسكون وتربطون 3 بونتي هنتر بحبل الريفورست لاسو. التحدي الثالث مطلوب من عندكم تلعبون 3 بونتي هنتر من مكان واحد، يعني مثلا البورد الموجود عندي تلعبون 3 باونتي هنتر من عنده وتسلموهم الى الشرطة راح يخلص عندكم هذا التحدي. اما تحديات التريدر اللي هو التاجر فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون ب 20 جثة خلال وقت لا يزيد عن 10 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تتنقلوا مسافة 15,838، راح يصير عندكم هذا التحدي وقت تتنقلون لبيع بضاعات التاجر. التحدي الثالث مطلوب عندكم تتبرعون ب 20 شيء للتاجر اي شيء كان. اما تحديات الكولكتر فالتحدي الاول مطلوب عندكم تجمعون 5 من بيوض الطيور. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 3 اشياء كولكتر باستخدام الشفل. التحدي الثالث مطلوب عندكم تبيعون 3 شغلات لمدام نزار. اما تحديات المونشاين فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تتنقلون مسافة 4827، راح يصير عندكم هذا التحدي وقت ما تتنقلون لبيع بضاعات المونشاين. التحدي الثاني مطلوب عندكم تغيرون ديكور المونشاين، بمجرد ما تغيرون صورة من صور المونشاين راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون 3 مهام بوتل لجر ميشن. البطل لجر ميشن تحصلوها وقت ما تكلمون السيدة الموجودة بالمونشاين. أما تحديات الطبيعة فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تاخذون 5 عينات خلال وقت لا يزيد عن 10 دقائق، طبعا 5 عينات من أي حيوانات كانت. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تاخذون 2 عينات من الحيوانات الليجندري، تروحون على هارت و تلعبون المهام الليجندري وتاخذون العينات من الحيوانات راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تاخذون 3 عينات من حيوانات اللي تعيش في الأماكن الجبلية والأماكن العشبية. بالنسبة للأماكن الجبلية فعندكم بهذه المنطقة اللي هي الذئاب والماعز، وعندكم مناطق اللي عشبية عندكم هذا المكان بالضبط اللي هو يسار فالنتاين عند الليتل جريج ريفر، تاخذون 3 عينات من أي غزلة موجودة بهذا المكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. إن شاء الله كنا فدتكم بهذا الفيديو، لا تنسوا أن اللايك والاشتراك بالقناة إذا مشترك وفعل الجرس وشارك الفيديو لكل أصدقائكم من عبر ردت. أشوفكم فيديو ثاني، سلام.